الديوان الأميري بالكويت يعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. خلال تفقده عدد من المشروعات بقفر الشيخ رئيس الوزراء وجه المحافظين ومديري الأمن بمنع التعدي على الأراضي الزراعية لمواصلة خطة التنمية. السعودية تعلن القبض على خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. بانوراما نيل، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. كان الشيخ صباح الأحمد الصباح البالغ من العمر 91 عاما قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية في يوليو الماضي للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر. جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توجيهاته للمحافظين ومديري الأمن بمنع التعدي على الأراضي الزراعية لعرقلتها جهود التنمية والتخطيط العمرانية. جاءت تصريحات مدبولي خلال جولته اليوم في محافظة كفر الشيخ. إن طبعا كفر الشيخ نموذج صارخ لعملية التعديات البناء، وحضراتكم يمكن يعني الواحد وإحنا كنا بنلف كلنا مع بعض يعني بنشوف قد إيه هذه القضية اللي تركناها على مدار عشرات السنين السابقة أنتجت للأسف إهدار لأراضي زراعية، وأنتجت برضو عمران غير مخطط وغير منظم على الإطلاق. بقى عندنا مشكلة كبيرة جدا عشان نعرف بس نسفلت شوارع وندخل محاور، والأهم ندخل لهم مرافق سواء مية أو صرف صحي أو غاز. النهاردة طبعا يعني عمارات كبيرة وصلة ل 12 و14 دور، شوارع لا تزيد عرضها عن 3 أو 4 متر. فالحقيقة يمكن يعني أنا مرة أخرى يعني بنؤكد على أن هذه الظاهرة الدولة بتصدلها بصورة قوية جدا وحاسمة، والأهم أن احنا النهاردة وإحنا بنفتح ملف التصالح وبندعو ونشجع أهالينا أن هم يتقدموا عشان تقنين الأوضاع، ولكن بنؤكد مرة أخرى وده تأكيدي لكل السادة المحافظين ومدير الأمن، المنع البات والتام لأي نمو آخر غير مخطط وغير منظم، لأن كفانا إهدار واستنزاف لموارد الدولة. الأرض الزراعية اللي بتضيع دي مش هنعوضها تاني، ولكن كمان المنتج اللي بيطلع للأسف منتج غير صحي وغير سليم وبيعمل لنا مشاكل أكبر. فأنا مرة أخرى بأكد يعني لينا كلنا كمواطنين موضوع النمو والبناء على الأراضي الزراعية مرة أخرى غير مقبول وغير مسموح، لأنه فعلا ده جريمة في حق هذا الوطن، وحان الوقت إن احنا نتوقف تماما عن هذه الظاهرة السلبية اللي كنا بنعاني منها لأربعين سنة ماضية. شدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في رفع كفاءة الطرق الداخلية وربط المراكز ببعضها البعض في المحافظات، وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل حاليا على تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعية. عندنا مشروع مهم النهاردة الدولة كلها حطاه كأولوية أولى، هو رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والطرق الرابطة ما بين المراكز في محافظاتنا، علشان برضو المواطن ما يحسش بالمعاناة اللي موجودة النهاردة. مع معالي وزير النقل ابتدينا نتكلم ان احنا نضع خطة يعني طموحة وعاجلة جدا لتطوير طريق اسكندرية الزراعي، طريق القاهرة اسكندرية الزراعي، لأنه طبعا هذا الطريق النهاردة بقت بتحصل عليه حركة ضخمة جدا، وطبعا مع حركة النقل الثقيل ابتدت مناطق فيه كثيرة متدهورة، فلازم ان احنا هنشتغل عليه، وده هيبقى حجم استثمارات ضخم جدا جدا جدا، ولكن احنا كدولة طبعا شايفين ان هذا الطريق بيخدم ملايين البشر، وبالتالي لازم ان احنا يعني نضع ليه خطة عاجلة لتنفيذه ان شاء الله.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على إقامة العديد من المشروعات الهادفة لخدمة المواطنين، في مقدمتها الجامعات والكليات الحديثة. والحقيقة يمكن النهاردة احنا التركيز الشديد على يعني متابعة مشروعات كثيرة جدا كلها هدفها هو خدمة المواطن المصري. يمكن بدأنا بجامعة كفر الشيخ اللي بتعتبر من أحدث الجامعات على مستوى الجمهورية، والحقيقة كمان الإضافة اللي فيها أن هناك العديد من الكليات الحديثة اللي يعني تتواكب مع كل العلوم والتقنيات الحديثة زي كلية النانو تكنولوجي. عندنا هنا كلية من أهم الكليات الخاصة بالمصايد والمزارع السمكية. الحقيقة كلها كليات نوعية بتخدم طبيعة المحافظة وبتخدم الاحتياج الفعلي لسوق العمل المصري، ودي يمكن الهدف ان احنا نبدأ يبقى كل تركيزنا الفترة الجاية على الكليات فعلا اللي هي بتخدم سوق العمل، مش ان احنا مجرد نخرج شباب يبقى النهاردة ما في علوم او يعني تخصصات مش محتاجينها، وده التركيز بتاعنا في موضوع الجامعات. شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، لا سيما في مواقع العمل والمشروعات الجاري تنفيذها. جاء ذلك خلال تفقد مدبولي عددا من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في محافظة كفر الشيخ. واستهل مدبولي جولته بالمحافظة بزيارة إلى كليتي الذكاء الاصطناعي وعلوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، ثم تفقد المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان ومعروضات مركز إنتاج التقاوي. كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ، ووجه بضرورة البدء في أعمال التشطيبات الداخلية للمستشفى وكذلك مركز علاج الأورام بالمحافظة. وخلال الجولة تفقد مدبولي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ. أعلنت السعودية أنها اعتقلت خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص، تلقى عناصر منها تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة. وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه نتيجة للمتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت الجهات المختصة من القبض على خلية تلقى عناصرها داخل مواقع الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية عدة وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعات المتفجرات. ومن جانبها نفت إيران هذه الاتهامات. والمزيد من المتابعة حول النبأ العاجل الذي ورد إلينا عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ينضم إلينا هاتفيا من الكويت الأستاذ حسام فتحي مدير مكتب أخبار اليوم بالكويت. أستاذ حسام، يعني بداية طبعا خالص المواساة والتعازي لأهالينا في الكويت، وكيف تلقى الشعب الكويتي هذا النبأ؟ الأول ندعو بالرحمة لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بن جابر الصباح رحمه الله. أعلن الخبر قبل دقائق بشكل رسمي بعد إشاعات من ساعات طويلة طوال اليوم، والشعبي تلقى الخبر بكثير من الحزن والألم، مش بس إخواننا وأهلنا في الكويت ولكن أيضا المقيمين في الكويت اللي كانوا بيحظوا برعاية واهتمام من صاحبه الأمير الراحل رحمة الله عليه الشيخ صباح الأحمد. الأحزان كاست شوارع الكويت، وبعض الناس الأخوة الكويتيين والمقيمين خربوا في الشوارع بتلمسوا صحة الخبر، بعضهم راح متجه للديوان الأميري. كان الخبر لحد كبير صادم، رغم ان سموه رحمه الله عليه كان قضى فتره طويله في صراع مع المرض في الخارج، والى ان تولاه الله برحمته رحمه الله عليه.
ربما كان يعني منذ أيام كانت هناك أنباء متضاربة ومتباينة ومتناقضة حول صحة وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولكن ها هو اليوم الديوان الأميري الكويتي يعلن رسميا رحيل ووفاة أمير الكويت. الإجراءات المتبعة فيما بعد يعني من حيث يعني مراسم يعني استقبال المعزين من كافة دول العالم. حتى الآن ما فيش إعلان رسمي عن المراسم، فقط الإعلان عن الوفاة، ولكن حسب البروتوكول والمتوقع بعد ما يصل الجثمان من الخارج سيتم الإعلان عن موعد الدفن وإعطاء فرصة لقادة وزعماء العالم للمشاركة في الجنازة الرسمية والشعبية اللي هيتم فيها تشييع الجثمان. أعتقد أيضا أن الفترة الطويلة اللي قضاها الراحل الكبير المرحوم سمو الشيخ صباح الأحمد سواء كأمير لدولة الكويت أو كوزير خارجية، هو كان أطول وقت يقضيه وزير خارجيه في العالم في منصبه اكثر من اظن 33 عاما، يعني له العديد من الصداقات مع اغلب زعماء العالم. وكان رحمه الله مشهور بان هو حكيم العرب، ودائما يزن الامور بميزان الذهب، وكان له لقب في الكويت قبل اعلامه الكثيرون كان يلقب بالاطفائي نظرا لامكانياته الشديده في اطفاء الازمات الدبلوماسيه بين الدول، نظرا لخبرته الطويله زي ما قلت لحضرتك كوزير الخارجيه ومن ثم رئيس وزراء ثم امير لدوله الكويت رحمه الله عليه. كان محبوب من الشعب كله، كان محبوب من المقيمين، وترك بصمه في تاريخ الكويت. اعتقد ان سيذكرها الكويتيون والخليجيون والعرب لفتره طويله قادمه. عن هذه البصمة التي ترقها الراحل والمغفور له بإذن الله أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن النهضة الشاملة الذي أحدثها بشكل كبير في الكويت على كافة المناحي والأصعدة المختلفة السياسية، على مستوى العلاقات الدبلوماسية والخارجية، وعلى أيضا مستوى النهضة الاقتصادية والتنمية العمرانية الشاملة في الكويت. ما الذي يمكن أن تقوله من كلمات في وصف هذه الرحلة الكبيرة المليئة بالعطاء والإنجازات المختلفة؟ أعتقد أن الكلمات في زمن الزمن قد لا تفي حق رحمة الله عليه. على الصعيد السياسي يكفي المحافظ على سفينة الكويت في بحر من السياسات المتلاطمة وسط قوى عظمى زي إيران والعراق وغيرها في المنطقة، وتوازنات يعني غير مسبوقة ومصالح متضاربة، ومع ذلك تمكن بحكمة وحنكة من الحفاظ على دسة سفينة الكويت دون أن تميل يمينا أو يسارا. ده على المستوى السياسي. ايضا على المستوى السياسي حقق العديد من الانجازات في اطار المصالحات ما بين الدول في النزاعات المختلفه. كان متمسك بالحقوق في القضيه الفلسطينيه وهي قضيه العرب الاساسيه. على المستوى الاقتصادي يكفي فقرا ان هو اللي انشا الصندوق الكويتي للتنميه الاقتصاديه. وده أزرعته ممتدة للعالم كله مش فقط للدول العربية، يعني ملايين من القروض الميسرة استفادت منها دول كثيرة جدا، منها مصر على سبيل المثال في مشاريع النائية واضحة جدا، دول إفريقية، دول عربية، دول حتى خليجية شقيقة زي البحرين. لو لم يؤسس هذا الصندوق المحترم لكفاءة رحمة الله عليه لمساته في الحياة الكويتية لا تنسى.
نعم أستاذ حسام، يعني يمكن في عهد الراحل والمغفور له بإذن الله أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النهج المتبع والاستراتيجية المتبعة في السياسة وفي العلاقات الدبلوماسية الخارجية ربما كانت تتسم بشكل كبير بقدر عالي جدا من الحكمة والموضوعية في ظل منطقة مشتعلة بالصراعات ومشتعلة الحروب المختلفة. كيف ترى الرؤية الكويتية في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في التعاطي والتعامل مع الملفات والقضايا والأزمات العربية المختلفة؟ زي ما قلت لحضرتك، هو كان حريص جدا على النهج الوسطي في التعامل مع الأزمات والمشكلات. لم يكن رحمه الله حديا في تعاملاته ولا عنيفا، بل كان حكيما وحكيما جدا، حتى لقب بحكيم العرب. كان رحمه الله يستطيع التعامل مع كل الصراعات والتجاذبات الموجودة في هذه المنطقة الساخنة جدا من العالم والمليئة بالمصالح المتقاطعة والمتضاربة بين القوى الكبرى بتعقل شديد جدا وحكمة. أوصلت الكويت حتى الآن إلى ما هي فيه من اتزان وتوازن وعلاقات طيبة مع كل أطراف التجاذبات في المنطقة. لم ينجرف إلى طرف ضد طرف، ولم يتحزب مع دولة ضد أخرى، حافظ على مصالح الشعب الكويتي وعلى مصالح الكويت العليا ووضعها في المقدمة، حافظ على علاقاته مع الدول العربية رغم الخلافات اللي بين بعضها البعض، ولكن محافظ على مسافة من الجميع. وضع الكويت في مكانة تستحقها في عهده، ده اللي أقدر أقوله. نعم، أشكرك جزيل الشكر من الكويت الأستاذ حسام فتحي مدير مكتب أخبار اليوم بالكويت، شكرا جزيلا لك. أعربت حركة أمل اللبنانية اليوم عن دهشتها إزاء الاتهامات الموجهة إليها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجاء في بيان للحركة إنها ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لنص المبادرة الفرنسية الخاص بسرعة تشكيل الحكومة. كان الرئيس الفرنسي قد اتهم الأحد الماضي كل من حركة أمل وحزب الله بعرقلة جهود تشكيل الحكومة. قتل 3 أطفال وامرأتان ينتمون إلى عائلة عراقية واحدة جراء سقوط صاروخ على منزلهم المجاور لمطار بغداد حيث ينتشر جنود أمريكيون. ويندرج هذا الهجوم الجديد على مصالح أمريكية في إطار سلسلة هجمات منذ بداية أغسطس، ويأتي بعدما هددت واشنطن بإغلاق سفاراتها في العراق وسحب جنودها البالغ عددهم 3000 إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ. دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طرفي النزاع في إقليم ناغورنو كاراباغ إلى وقف أعمال العنف والعودة من جديد إلى المفاوضات بأسرع وقت ممكن. وخلال زيارة لليونان طالب بومبيو طرفي النزاع بالعمل إلى جانب مجموعة مانسك من أجل استئناف المفاوضات. أنا لا أرغب أيضا في استمرار النزاع، وأتفق مع وزير الخارجية اليوناني إزاء ضرورة أن يتوقف الجانبين عن القتال والعمل مع مجموعة مينسك للعودة بأسرع وقت ممكن للمفاوضات. دعا الكريملين تركيا للعمل من أجل وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، حيث أسفرت المعارك بين انفصاليين أرمن وأذربيجان إلى سقوط أكثر من 100 قتيل منذ الأحد الماضي. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا مغلقا بطلب من دول أوروبية لمناقشة التطورات في ناغورنو كاراباخ. بالصواريخ والمدفعية تبادلت أذربيجان وأرمينيا للشباكات، ما يجدد المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز. في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه تخوض القوات الانفصالية المدعومة سياسيا وعسكريا من أرمينيا والقوات الأذرية معارك دموية هي الأعنف منذ عام 2016. وتثير الحرب المفتوحة بين يرفان وباكو مخاوف من حرب أوسع نطاقا في حال تدخلت كلا من روسيا وتركيا، ولدى موسكو تحالف دفاعي مع أرمينيا
بينما تدعم أنقرة أذربيجان التي تفطنها أغلبية من العرق التركي، وتندد أرمينيا وناغورنو كاراباخ من جهتهما بالتدخل التركي، متهمتين أنقرة بتوفير السلاح وخبراء عسكريين وطائرات مسيرة لباكو، واتهمت يرفان أنقرة بإرسال آلاف المرتزقة من سوريا إلى المنطقة، فيما نفت أذربيجان تدخل تركيا في القتال. وإزاء تصاعد المواجهات، دعت القوى الإقليمية والدولية، روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري لإطلاق النار. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا الثلاثاء بدعوة من برلين وباريس لبحث الموقف. وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بإشعال المواجهات التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. تقول أذربيجان إنها شنت عملية مضادة ردا على ما وصفته بعدوان أرميني، فيما اتهم رئيس الوزراء الأرميني أذربيجان بإعلان الحرب على بلاده. وأعلنت الدولتان الأحكام العرفية، وأقرت أرمينيا التعبئة العامة. ويعد إقليم ناغورنو كاراباخ بموجب القانون الدولي تابعا لأذربيجان، ويخضع لإدارة ذاتية بدعم من أرمينيا منذ انشقاقه عن أذربيجان إثر انهيار الاتحاد السوفيتي في حرب أسفرت عن مقتل 30,000 شخص. ينضم إلينا الآن هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي في اليوم السابع. أستاذ أكرم، يعني بعد التحية عن وفاة ورحيل الشيخ جابر الصباح أمير دولة الكويت، بداية ما الذي يمكن أن تقوله من كلمات في وداعه؟ لا، هو طبعا يعني أمير الكويت الراحل كان شخصية ممتازة، وعلاقاته العربية وعلاقاته الإنسانية دوليا ومبادراته كانت يعني بتتحدث عنه يعني. وعشان كده مصر أعلنت يعني أصدرت بيان نعي واضح. وطبعا إحنا علاقة مصر بالكويت وبدول الخليج بشكل عام، وكل الأمل أنه واحنا يعني اكيد الشعب المصري بيعلن تضامنه مع الاشقاء في الكويت، ويامل انه انه الكويت يعني تستمر في الاستقرار والازدهار، ومع يعني انتقال السلطه كما اعتدنا دائما انه الكويت دوله لها نظام ديمقراطي ونظام سياسي يسمح دائما باستمرار الدولة يعني بقوتها وزخمها يعني وعلاقتها العربية الممتدة يعني. نعم أستاذ أكرم، يعني شهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله الكثير والعديد من الأحداث التاريخية المختلفة في عهده على المستوى الداخلي الكويتي، وأيضا على مستوى المنطقة العربية وعلى مستوى العالم أجمع. كيف ترى رؤيته الخاصة في التعاطي مع تجاذبات سياسية وقضايا وملفات شديدة التعقيد؟ والحقيقة يعني السويس الكويت شقيق له نهج واضح يعني على مدى عقود، له سياسة استقرت وهي سياسة تقوم على المؤسسية وقوة الدولة. لكن هو الواقع أنه الأمير الراحل يعني كانت له مبادرات إنسانية كثيرة، ودائما كان يسعى إلى لعب دور المقرب لوجهات النظر الذي يحاول دائما أن يتدخل لحل الخلافات العربية العربية، أنه يعني يتدخل دائما في الخلافات بنفس الرؤية العروبية يعني التي تعتمد على الحكمة. وهو احنا عارفين انه بدا حياته السياسيه مبكرا جدا، وكان في ريعان الشباب واستمر لفتره طويله، وكان في التدرج في شؤون الحكم وشؤون السياسه بدرجه كبيره جدا،
مما مكنه من انه يدير الفتره اللي حكم فيها، وهي كانت فتره دقيقه وصعبه، وزي ما اشرت كانت المنطقه العربيه بتواجه كثير من التحديات والتدخلات السياسيه، وبعض احيانا الصراعات يعني. ونحن نعلم انه الكويت دائما لها موقف دقيق وتحاول ان تقف على مسافات واحدة وأن تواجه مع عربيا التحديات المختلفة التي تقع يعني. أستاذ أكرم، يعني كما نعلم، ونبذة سريعة عن العمل السياسي الذي اندمج فيه بشكل كبير ومبكرا أيضا انخرط في العمل السياسي، والذي بدأ منذ عام 1954 عندما كان عضوا في اللجنة التنفيذية العليا، وتقلد مناصب عدة، وزارة الإعلام ووزارة الخارجية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ثم أمير دولة الكويت. هذه الحياة الحافلة بالمناصب العدة وبالمواقع المختلفة، إلى أي مدى كان لها تأثير وتداعيات وتبعات إيجابية كبيرة على الرؤية الكويتية في التعاطي مع القضايا المختلفة داخليا وخارجيا؟ بالتأكيد طبعا، يعني التمرس في شؤون الحكم والاحتكاك السياسي وتقلد مناصب متعددة ومختلفة سواء تنفيذية أو وزارية، واحنا عارفين ان الكويت يعني كانت دائما بتلعب دور مهم سياسيا وثقافيا في المنطقه العربيه، يعني في الحقيقه الكويت بتلعب دور ثقافي مهم على مدى سنوات من خلال سلاسل الكتب واشعاع ثقافي مختلف، والكويت كانت تتعاون دائما مع مصر، ونحن نعلم انه كثير من الاساتذه المصريين والقوانين وخبراء القانون وغيره كانوا يتعاملون ويحتكمون بالامر والكويت نفس الشيء. وبالتالي فالامير الراحل في الواقع يعني طبعا كلما ازدادت الخبرات والاحتكاك السياسي وتولي المناصب الوزاريه او التشريعيه او غيره، ده في انطباع دائما بالقدره على مواجهه الخلافات، خاصه احنا يعني المنطقه العربيه الحقيقه لم تتوقف على الاطلاق عن وجود مشكلات وصراعات، سواء الصراعات الإقليمية أو الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراعات البينية أو مواجهات الدول العربية. يعني بالتأكيد أي دولة بتبقى لديها يعني علاقات مختلفة مع أطراف متعددة وغيره، طبعا يعني كل هذه الأمور في الواقع مهمة وبتطرح إلى أي مدى كانت يعني كان الأمير الراحل الكويت سواحل أحمد جابر الصباح قادرا على العمل مع كافة الأطراف والتميز بحكمة وعمق فيما يتعلق بسياساته. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص على هذه المشاركة معنا. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم بلاده لإجراء محادثات بين اليونان وتركيا لحل الأزمة بمنطقة شرق المتوسط. وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كريت أن واشنطن تسعى لتطوير التعاون العسكري مع أثينا. وحول القتال الدائر في إقليم ناغورنو كاراباخ، قال بومبيو إن بلاده تعمل من أجل عودة المفاوضات بأسرع وقت لحل الأزمة. من جانبه عبر رئيس الوزراء اليوناني عن تطلعه لتعزيز العلاقات الراسخة بين أثينا وواشنطن. كان بومبيو قد بدأ بالأمس زيارة لليونان مع احتدام التوترات في منطقة شرق المتوسط حول موارد الطاقة. في ثاني أيام زيارته لليونان، تفقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القاعدة البحرية لحلف شمال الأطلسي بجزيرة كرييت جنوب البلاد. وكان وزير الخارجية الأمريكي وقع في أكتوبر الماضي اتفاقا دفاعيا يتيح للقوات الأمريكية استخدام منشآت عسكرية يونانية بشكل أوسع. ويعطي الاتفاق خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية أولوية في استخدام مرفأ ألكساندر بولس في شمال البلاد، وهي بوابة عبور إلى البلقان والبحر الأسود، ويكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة للبحرية الأمريكية ولحلف شمال الأطلسي.
يتوجه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر هذا الأسبوع إلى المغرب العربي في جولة يؤكد خلالها التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة ويناقش سبل تعزيز التعاون ضد التنظيمات الإرهابية، ولا سيما مع الجزائر التي سيكون أول رئيس البنتاغون يزورها منذ 15 عاما. وسيستهل إسبر جولته الأولى له إلى أفريقيا منذ توليه حقيبة الدفاع الأربعاء في تونس، حيث سيلتقي الرئيس قيس سعيد ونظيره التونسي إبراهيم البرتاجي قبل أن يلقي خطابا في المقبرة العسكرية الأمريكية في كارتاج. ويصل إسبر الخميس إلى الجزائر العاصمة حيث سيجري محادثات مع رئيس عبد المجيد تبون. وينهي وزير الدفاع الأمريكي جولته الجمعة في المغرب الذي يستضيف مناورات الأسد الأفريقي العسكرية التي تجرى سنويا بقيادة أفريكام القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا. يلتقي اليوم المرشحان الرئاسيان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن في أول مناظرة تلفزيونية قبل 35 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ترشح ترامب مرة واحدة للانتخابات في عام 2016 وحقق أكبر مفاجأة في التاريخ السياسي الحديث بفوزه، فيما شغل بايدن منصب سناتور ونائب رئيس ويأمل في نجاح محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض بعدما ترشح في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في عام 1998 وعام 2008 بدون التمكن من الفوز بها. في ظل مناخ سياسي شديد الانقسام، يترقب عشرات ملايين الأمريكيين المناظرة الأولى بين المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن قبل 35 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. فبعد أشهر من تبادل الاتهامات، يتواجه المرشحان على مدى 90 دقيقة في كليفلاند في أوهايو، الولاية المهمة التي قد تنقلب نتائجها من معسكر إلى آخر. تم تمويل هذه المناظرة كأنها أكثر مناظرات الانتخابات العامة مشاركة في تاريخ الحملات الانتخابية. وبسبب وباء كوفيد-19 لن تتم أي مصافحة بين المرشحين في مستهل المناظرة التي تتم أمام جمهور محدود، ومن المرتقب تنظيم مناظرتين أخريين في 15 و22 من أكتوبر على التوالي في ميامي بفلوريدا وناتشفيل في تينيسي. ويأمل ترامب البالغ من العمر 74 عاما الذي يتقدم عليه بايدن منذ أسابيع في استطلاعات الرأي في مناقشة جيدة أو في زلة كبرى من منافسه الديمقراطية لتحسين موقعه، ويتخوف أن يصبح أول رئيس للولايات المتحدة لا يعاد انتخابه منذ أكثر من ربع قرن. ومنذ أسابيع يهزأ ترامب من القدرات الجسدية والعقلية لبايدن البالغ من العمر 77 عاما، ويطلق عليه اسم جو النعسان ويصفه بأنه دمية في يد اليسار الراديكالية. ومن المواضيع المطروحة في المناظرة كوفيد-19 والمحكمة العليا والاقتصاد والقضايا العرقية وأداء المرشحين وكذلك نزاهة الانتخابات، كما سيحتل إرث ترامب ووضعه الضريبي موقعا مهما أيضا في النقاشات، حيث أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الملياردير دفع $750 فقط كضرائب على الدخل عام 2016، أي العام ذاته الذي فاز فيه في الانتخابات الرئاسية، وهو ما نفاه ترامب ووصفه بالأخبار الكاذبة. أما من جانب بايدن فيتركز الرهان على خبرته السياسية وتعاطفه مع الآخرين، لكن الوقوع في زلة لسان تثير مخاوف شديدة لدى الديمقراطيين، خصوصا أن بايدن له سوابق في هذا الأمر. متابعتنا متواصلة مع حضراتكم مشاهدينا الكرام حول رحيل أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي بالمصري اليوم. أستاذ يسري، بعد التحية، ما الذي يمكن أن تقوله من كلمات في رحيل عميد الدبلوماسيين العرب، وإلى أي مدى فقدت الأمة العربية شخص مخضرم واتسم بشكل كبير بالحكمة وبالتوازن وبالمصداقية في التعامل مع القضايا العربية واحتوائها واستوعابها بشكل كبير؟ بالتأكيد
فقد الأمة العربية لأمير الكويت يعتبر خسارة كبيرة للحكمة والعقل في قيادة الأمة العربية خلال الفترة الماضية وخلال الفترة المقبلة. أمير الكويت كان من ضمن الزعماء السياسيين الحكماء المعدودين في المنطقة العربية، كانت سياساته دائما تقوم على الحكمة وحل النزاعات وحل الصراعات في الدول المجاورة. كان وزيرا للخارجية فترة كبيرة ثم أصبح أميرا للكويت، وكانت الكويت في عهده تتسم بالمواقف الحكيمة والمواقف الداعمة دائما للشعوب العربية، وكان من ضمن رؤساء الدول وزعماء الخليج القلائل الذين لا يتدخلون في شؤون الدول الأخرى، بل كانوا دائما يدعمون الدول العربية وكانوا دائما يدعمون الاستقرار في الدول العربية ولا يشجعون أي جماعات إرهابية مثل بعض الدول الموجودة في الخليج قطر وغيرها. ولكن الكويت كانت دولة دائما داعمة للتنمية ودائما داعمة للشعوب العربية ودائما داعمة للاستقرار في الخليج والاستقرار في الأمة العربية، وبالتالي فقدان زعيم مثل زعيم الأمير الكويت يعتبر خسارة كبيرة للأمة العربية في هذا التوقيت الحرج الذي تعيشه من أزمات، سواء من الأزمة مع إيران أو الأزمات الأخرى المتمثلة في النزاعات الموجودة الآن في المنطقة. طيب أستاذ يسر، يعني استكمالا وتأكيدا لما ذكرته من كلمات، كما نعلم جميعا أن المغفور له بإذن الله راحل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب بالكثير والعديد من الألقاب المختلفة كشيخ الدبلوماسيين العرب وعميد الدبلوماسيين العرب أيضا. هذه الألقاب لم تأتي من فراغ ولم تأتي مجاملة، وإنما جاءت إنصافا لدوره الحكيم و المتزن في التعامل مع القضايا العربية المختلفة. إلى أي مدى يمكن أن ترصد لنا البصمات المؤثرة والفاعلة والقوية لحكيم العرب كما أيضا لقب بهذا الاسم في التعاطي مع الأزمات العربية المختلفة؟ لو لاحظنا أن في فترة احتلال العراق للكويت كان الشيخ صباح هو من ضمن وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الكويتي، واستطاع أن يجمع أعتقد أنه الدعم والتأييد للكويت في قضيتها ضد العراق، واستطاع أن يجعل المجتمع الدولي يقف موقفا عادلا من هذه القضية وأن يقف بجانب الكويت ضد الاحتلال العراقي. في الأزمة الخليجية الموجودة الآن استطاع الشيخ صباح أن يأخذ موقفا محايدا، بل بذل الكثير من الجهود لكي تحل هذه الأزمة، ولكن للأسف الشديد الحكام في قطر عاندوا كثيرا وأفشلوا الكثير من المبادرات التي قام بها أمير الكويت الراحل لحل هذه الأزمة، بالإضافة إلى تدخله وتدخل الكويت في الكثير من الأزمات سواء الأزمة اليمنية أو الأزمة السورية، ولم يقم بتدعيم أي أطراف خارجية أو أي جماعات إرهابية سواء في سوريا أو في العراق، وبالتالي يحسب له ويحسب للكويت أنها كانت دولة دائما حيادية لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، لم تقم بدعم جماعات إرهابية سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن، وتعتبر الكويت وسلطنة عمان في الخليج من ضمن الدول المحايدة والعاقلة في الخليج العربي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي بالمصري اليوم، وخالص التعازي والمواساة لأهالينا في الكويت ولجموع العرب عن رحيل المغفور له بإذن الله أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. ماكرون يلتقي زعيمة المعارضة البيلاروسية في ليتوانيا وبوتين يندد بما اعتبره ضغوط مكثفة على منسك. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع الزميلة ماجدة العظيم. شكرا لك أمل، أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية بالبانوراما وأهم ما فيها. صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات مصر السريعة لمواجهة الآثار السلبية لوباء كورونا.
مشاهدينا اهلا بكم. تباين اداء مؤشرات البورصه المصريه لدى اغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، واستمر استمرار حاله الترقب بالسوق لاهتمام صفقه بيع شركه النيل لحليج الاقطان، بالاضافه الى استمرار عمليات تسويه المراكز الماليه للمستثمرين مع نهايه الربع الثالثي من العام. وسجل رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب محدودة بلغت نحو 500 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 618.3 مليار جنيه بعد تداولات بلغت نحو 2.1 مليار جنيه. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 التعاملات على ارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.16%، في حين انخفض مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%. أشاد صندوق النقد الدولي اليوم بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد، وأوضحت ورقة بحثية جديدة أصدرها الصندوق أن مصر خصصت مجموعة 6.3 مليار دولار أو ما يوازي 97 مليار جنيه مصري حتى يونيو الماضي للاستجابة لتداعيات الجائحة. وأضاف الصندوق أن الحكومة خصصت ما يقرب من 528 مليون دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية. ولفت الصندوق إلى صرف منح شهرية لمدة 3 أشهر بواقع 500 جنيه شهريا للعمالة اليومية وغير المنتظمة. وكذلك أشار الصندوق إلى زيادة المعاشات بنسبة 14% وتخصيص موارد إضافية لزيادة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجا. ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية، وسط تراجع للدولار وترقب المستثمرين لانعقاد أول مناظرة لمرشح انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في وقت لاحق من اليوم. وقالت شعبة الذهب الاتحاد العام للغرف أن الأسعار ارتفعت بنحو 9 جنيهات، حيث سجل عيار 24.942 جنيها، وعيار 21 قرابة 825 جنيها، وعيار 18.707 جنيها. كذلك ارتفع سعر جنيه الذهب بنحو 72 جنيها ليسجل 6600 جنيه، وعالميا بلغ سعر الأوقية 1889 دولارا. بحث المهندس يحيى زكريا رئيس الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مطور المنطقة بالعين السخنة أوضاع الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، وقال زكي إن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعي لبعض القوانين. وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار الاجتماعات مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دوري، وأنه سيتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على مجلس الوزراء بحيث يتم التعامل معها. قال وزير المالية محمد وايط إنه سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بكروت ميزة. وتتيح بطاقات ميزة خدمات السحب النقدي من ماكينات ATM والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع الإلكتروني والتحصيل. بحث وزير الكهرباء محمد شاكر مع سفير المجر لدى مصر سبل دعم وتعزيز التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة، وأوضح شاكر أن الوزارة تتبنى برنامجا واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال العديد من الإجراءات التي تشجع الاستثمار، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد شاكر على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035. أخبار الاقتصاد انتهت في البانوراما، وهذه عودة للقراءة السياسية مع الزميلة أمل من جديد. أشكرك مجدة. ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضغوط الخارجية غير المسبوقة في بيلاروسيا. جاء ذلك عقب لقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بزعيمة المعارضة البيلاروسية سيفيتليانا ساخونسكايا في ليتوانيا في ثاني أيام زيارته لدول البلطيق التي تهدف إلى طمأنة المنطقة على التزام فرنسا تجاه أمنها. في خطوة تهدف إلى مزيد من الضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ليتوانيا زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفياتلانا تسخانوسكايا، وذلك في ثاني أيام زيارته لدول البلطيق التي تهدف إلى طمأنة المنطقة على التزام فرنسا تجاه أمنها.
وعقب لقائها الرئيس الفرنسي، قالت سيخانوسكايا إن مكروه وعدها بالمساعدة في التفاوض مع سلطات بيلاروسيا بهدف الإفراج عن السجناء السياسيين. كان لقاء رائعا، فمكروه شخص رائع، إنه مهتم بالفعل بالوضع في بيلاروسيا، ولقد وعدنا بفعل كل ما في وسعه للمساعدة في المفاوضات الخاصة بالأزمة السياسية في البلاد. وقال ماكرو إن الوقت مهم جدا، لأن الكثير من الناس يعانون بسبب النظام الحالي في البلاد، وكثيرون داخل السجون، مؤكدا أنه سيفعل أي شيء للمساعدة في إطلاق سراح السجناء السياسيين. بدوره ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما سماه الضغوط الخارجية غير المسبوقة على الجارة بيلاروسية. في خضم هذا الوضع الصعب في بيلاروسيا، بما في ذلك الضغوط الخارجية غير المسبوقة بعد انتخابات الرئاسة، أود أن أؤكد مجددا أن العلاقات بين بيلاروسيا وروسيا لا تتأثر بالوقت أو المزاعم. وتواجه هذه الجمهورية السوفيتية السابقة أزمة سياسية كبيرة على خلفية انتخابات مثيرة للجدل أفضت إلى فوز رئيس لوكاشينكو الممسك بزمام الحكم منذ نحو ربع قرن بفترة رئاسية سادسة. وفرت سيخانوسكايا أبرز معارضي لوكاشينكو إلى ليتوانيا بعد انتخابات 9 أغسطس التي تقول المعارضة إنه شابها تلاعب وتزوير، ما أثر موجة احتجاجات عارمة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين لمطالبة الرئيس البيلاروسي بالرحيل. أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ كل ما يلزم لضمان احترام لندن لاتفاق خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. وقال ماروس سيفوكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية عقب لقائه وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، قال إن اتفاق الانسحاب يجب أن ينفذ لا أن يعاد التفاوض بشأنه. وأكد المسؤول الأوروبي أن البروتوكول المتعلق بأيرلندا وأيرلندا الشمالية تمت صياغته خصيصا لحماية اتفاق بالفاس، إضافة إلى الحفاظ على عملية السلام بما في ذلك تجنب وجود حدود قاسية في جزيرة أيرلندا. اضطر عشرات الآلاف من سكان كاليفورنيا للفرار من منازلهم هربا من حرائق الغابات بعدما أسفر حريق جديد في شمال الولاية عن مقتل 3 أشخاص. والتهم حريق خرج عن نطاق السيطرة بعض القرون الأكثر شهرة في نابال فاليي وأتى على أكثر من 14,000 هكتار وفقا لوكالة مكافحة الحرائق الحكومية في كاليفورنيا. ولقي 3 أشخاص حتفهم في حريق سريع الانتشار في مقاطعة شاستا، وقال مسؤولون إن الحرائق دفعت السلطات إلى إصدار أوامر لأكثر من 35,000 من السكان بإخلاء منازلهم مع استعداد آلاف آخرين للفرار عقب اندلاع حرائق متفجرة في النباتات الجافة والتضاريس الجبلية الوعرة. والآن مع أخبار الكرة والملعب، هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الديوان الأميري بالكويت يعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. خلال تفقده لعدد من المشروعات بكفر الشيخ، رئيس الوزراء يواجه المحافظين ومديري الأمن بمنع التعدي على الأراضي الزراعية لمواصلة خطط التنمية. السعودية تعلن القبض على خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي أتيناكم بها من قناة النيل للأخبار من قلب القاهرة، ومنها لكم كل تحية. انزل شارك، صوتك حيفرق. انتخابات مجلس النواب 2020. من كل زوايا بياتي وانسجها بمعاني رايقة، هذا الأمير الوالد الإنسان